متى قلت رب الدنيا واحد نعبده عمدا سواه. يا حبيب الله يا حبيب الله الله يا غالي. فرحة الدنيا بميلادك نورت بيك الليالي، لما بالخير جه معادك كل شبر مشيت عليها تحت قدمك فخر ليها. رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك. يا حبيب الله يا حبيب الله حبيب الله محمد يا رسول الله يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه وعلى ذريته نبينا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب الله إلى يوم الدين. ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. ماذا بك يا سيد قريش؟ أراك شاردا يا أبا سفيان. أفكر في أحوالنا يا عكرمة. ما زال محمد ينشر دعوته ويجمع المريدين من حوله، ولم تثنه هزيمته في أحد عن المضي في نشر دينه المزعوم. ولقد برئ من كل جراحه، والتف أتباعه من حوله أكثر وأكثر. وماذا عسانا نفعل يا أبا سفيان؟ ألا يوجد رجل من أهل مكة أو المدينة يقتل محمدا وننهي هذا الأمر؟ أقسم بالله والعزة لأمنحن من يأتيني برأس محمد أموالا لم تمنح لرجل في أي زمان. نرسل من ينشر هذا بين القبائل ولننتظر لعلنا نجد هذا الرجل. يا رجل يا رجل، أين منزل أبي سفيان سيد قريش؟ من هذه الناحية. أخبروني أنك تريد مقابلتي، من تكون؟ أنا رجل فقير سمعت أنك رصدت مالا وفيرا لمن يأتيك برأس محمد، فها أنا ذا على أتم الاستعداد. وهل تقدر على قتل محمد وسط أتباعه في المدينة؟ سترى بعينيك ما أفعله. حسنا، سأمنحك مالا وسلاحا. أريد مالا فقط، ولا حاجة لي بالسلاح، فلدي خنجري الذي أثق به تمام الثقة. وأنا تروق لي ثقتك بنفسك وخنجرك. كان رسول الله في المسجد وحوله المسلمون يستمعون إليه وهو يمنحهم الدروس والعظات ويعلمهم من أمور دينهم. فدخل أعرابي إلى المسجد، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة من حوله: هذا الرجل يريد غدرا، والله حائل بينه وبين ما يريد. يا قوم، أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. ابتعد يا رجل عن رسول الله. يا رسول الله، هذا الرجل غادر، إن معه خنجرا. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسيد بن حضير والصحابة أن يتركوه وأن يحضروه إليه. دمي دمي يا محمد. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي أن يصدقه القول. قال له: من أنت ومن أقدمك؟ فإن صدقتني فقد نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد اطلعت على ما هممت به. فأنا آمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت آمن. لقد منحني أبو سفيان مالا ووعدني بكنوز الأرض ذهبا إذا أتيته برأسك، هذا هو الصدق يا محمد. فأمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضير أن يضع الأعرابي في منزله حتى الصباح ليرى ماذا سيفعل في أمره. وفي اليوم التالي أمر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بالأعرابي من منزل أسيد بن حضير، وجلس الأعرابي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوقعا أن تطير رقبته في أي لحظة بسيف من سيوف صحابة رسول الله المجتمعين حوله. إلا أن عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسانيته وتسامحه تجلت في تلك اللحظة. يا محمد، ماذا أنت فاعل معي؟ أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنتك، فاذهب حيث شئت، أو أقول لك ما هو خير لك من ذلك. وما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، وأنك على حق يا محمد، وأن حزب أبي سفيان هو حزب الشيطان. وفي المسجد اجتمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم لينظروا في أمر أبي سفيان وعداوته للمسلمين وتآمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعلنها حربا جديدة، فهذا عدوان وتحريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتحضرا لي أبا سفيان. أنا يا رسول الله، أنا أتيك به، أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اخترت عمرو بن أمية الضمري وسلم بن أسلم، فلتحضرا لي أبا سفيان، ولتكن محاكمته هنا في المدينة محاكمة عادلة. سمعا وطاعة يا رسول الله. ليكن ما أردت يا رسول الله. يا عمرو، ما قولك أن نطوف بالكعبة ونمكث قليلا في مكة؟ يا سلمى، نحن في مهمة محددة، وأهل مكة يعرفونني، فلننجز ما أمرنا به رسول الله ونحضر هذا الخائن أبا سفيان. هل تعتقد بأن إحضار أبي سفيان من بين رجاله وأعوانه أمر يسير؟ سنفعل إن شاء الله ما أمرنا به رسول الله. لدي خطة سأخبرك بها. مرحى مرحى، عمرو بن أمية في مكة؟ ما هذا الشرف الكبير؟ معاوية بن أبي سفيان، كيف حالك وحال أبيك؟ بخير حال، مضى زمن لم نرك فيه منذ اتبعت محمدا. عمرو بن أمية في مكة؟ إذن هناك أمر ما يدبره محمد. أعتقد هذا يا أبي، فقد ارتبك وتلعثم بمجرد أن شاهدني وانصرف مسرعا هو وصاحبه. إذن محمد يفعل معي ما أردت أن أفعله معه. أرسل من يقتلني، لكن واللات والعزة لن يكون أبدا. لنقتل عمرو بن أمية وصاحبه ونرسل جثتيهما لمحمد ليتعلم ألا يكرر هذا الأمر مع سيد قريش. هو ما قلته يا معاوية. اجمع الرجال وابحثوا عن عمرو بن أمية وصاحبه وأتوني برأسيهما فورا. لقد عرفوني يا سلمى، أسرع قبل أن ينالوا منا. الويل لنا، سنسقط في أيديهم يا عمرو، لن نفلت منهم. بل سنفلت بأمر الله. انظر. فلنختبئ داخل هذا الغار. أسرع يا سلمى. حكمة وسرعة بديهة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن التصرف. لقد ابتعدت أصوات رجال أبي سفيان، يبدو أنهم فقدوا أثرنا. يبدو هذا. سنمكث قليلا ثم نسرع عائدين إلى المدينة في الظلام. أنصت أنصت يا عمرو، هناك أحد خارج الغار. انتظر هنا ولا تتحرك. حسنا، لتبحث عن طعامك أيها الفرس العزيز، أما أنا فسأستريح قليلا. من هناك؟ حقنا المختوم غالي وحبك مالينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سيرتك رحمنا المختوم غالي وحبك مالينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط عالجنة ودينا، وصلت رسالتك يا نبي.